السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم زميلكم رياض الشهري من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة، حاصل على شهادة البرنامج الشامل في مكافحة العدوى وأيضا شهادة محترف إدارة مشاريع معتمد. محاضرتنا اليوم إن شاء الله عن برنامج الحماية التنفسية. محتويات البرنامج: المقدمة، الغرض من البرنامج وأهميته، فكرة البرنامج، الفئة المستهدفة بالبرنامج، الإطار التنظيمي، عناصر البرنامج، طريقة التقييم، وأخيرا طريقة متابعة تطبيق البرنامج. المقدمة: راح ناخذ لمحة سريعة عن أهمية حماية الجهاز التنفسي في المنشآت الصحية مع التركيز على خطر التعرض للمخاطر التنفسية. طبعا برنامج الحماية التنفسية سابقا أو مسماه القديم برنامج COVID-19 يستهدف فقط حالات الإصابة بالكوفيد. تم تطوير البرنامج بعد انتهاء الأزمة إلى برنامج الحماية التنفسية ويستهدف جميع الأمراض التنفسية. الغرض من البرنامج وأهميته: راح نذكر أهمية الحماية التنفسية وكيف أنها وسيلة وطريقة الحفاظ على صحة وسلامة الممارس الصحي والمرضى والزوار في المنشآت الصحية. كذلك نركز على خطر المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الممارس في المنشأة الصحية من خلال اعتماد منهجية واضحة تشمل على 4 عناصر رئيسية يندرج تحتها عناصر فرعية. فكرة البرنامج أن تم التصميم من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة. تم تطوير التولز ومسمى البرنامج من COVID-19 إلى برنامج الحماية التنفسية. سبب ذلك لأنه يشمل أو لحصر جميع أمراض الجهاز التنفسي بخلاف المسمى السابق اللي كان فقط يستهدف أو يحصر عدد اللي هو المصابين بكوفيد. الفئة المستهدفة من البرنامج: هدف البرنامج أنه يوفر حماية من مخاطر عدوى الجهاز التنفسي لجميع العاملين الصحيين من المرضى والزوار في جميع مرافق الرعاية الصحية. يتم تنفيذها والإشراف عليها من قبل اللي هو ممارس مكافحة العدوى في المستشفى وكذلك في التجمع، أيضا المديرية، وأخيرا الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. الإطار التنظيمي: نظرة عامة على المعايير التنظيمية والمبادئ والتوجيهات اللي لها صلة بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC. يقوم المركز بتقديم إرشادات محدثة بشكل دوري تتناسب مع التطورات الطبية والعلمية. أيضا يعطي مجال للمنشآت الصحية الاستفادة من أحدث المعلومات والتوجيهات لتحسين برامجها للحماية التنفسية. أيضا يساعد في تحديد المعايير الأساسية والممارسات الفعالة للحماية التنفسية، ويتم ذلك من خلال توفير إرشادات حول اختيار الأجهزة وإجراءات التنفس الصحيحة وكيفية التعامل مع المرضى المعديين. أيضا يعزز توفير إرشادات خاصة بالحماية التنفسية في المواقف الطارئة وحالات الطوارئ مثل التفشيات الوبائية. يتضمن ذلك توجيهات حول استخدام أنواع محددة من الأقنعة والتدابير الإضافية للحد من انتشار العدوى. كذلك يساهم ويساعد الالتزام بالسياسات الصحية من خلال توضيح أهمية الحماية التنفسية وتوفير الإرشادات اللازمة لتحقيق الالتزام الفعال. باختصار يلعب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اللي هو CDC دورا مركزيين في تقديم إرشادات محددة للحماية التنفسية في المنشآت الصحية، وذلك يعني لتعزيز سلامة الممارسين والمرضى وتقديم الدعم في مواجهة التحديات الصحية المستجدة لتحقيق اللي هو بيئة عمل صحية وآمنة. كذلك ضمان تطبيق برنامج الحماية التنفسية والتقيد بالمعايير الصحية. عناصر البرنامج: زي ما ذكرنا سابقا أن عناصر البرنامج 4 عناصر رئيسية يندرج تحتها اللي هو عناصر فرعية. راح نتطرق الآن للعناصر الرئيسية ثم نفصل في العناصر الفرعية. عندنا اللي هو الأول الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خلال الضوابط الإدارية. ثانيا اللي هو تحديد والاكتشاف المبكر للمخاطر التنفسية. ثالثا الوقاية من المخاطر التنفسية من خلال الضوابط الهندسية.
رابعا وأخيرا، الوقاية من مخاطر التنفسية من خلال معدات الحماية التنفسية. العنصر الأول الوقاية من مخاطر التنفسية من خلال الضوابط الإدارية. راح نتكلم الآن عن العناصر الفرعية التي تندرج تحته. عندنا اللي هو تطوير برنامج الحماية التنفسية وتعيين الأدوار والمسؤوليات، أيضا مناقشة أنشطة اللي هو برنامج الحماية التنفسية في اجتماعات مكافحة العدوى، أيضا تطوير سياسات وإجراءات برنامج الحماية التنفسية، كذلك المراقبة والتقييم لبرنامج الحماية التنفسية، خامسا وأخيرا اللي هو توفير التعليم والتدريب في مرافق الرعاية الصحية. سياسات استخدام أجهزة التنفس: وضع سياسات لارتداء أجهزة التنفس، أيضا الحالات التي يكون فيها الحماية التنفسية ضرورية، التوعية بالمخاطر، اعتماد اللي هو سياسات محددة واضحة بتنظيم متى يجب على الممارس ارتداء أجهزة التنفس، مع التأكيد على الحالات التي يجب فيها اتخاذ هذا الإجراء، أيضا التركيز على تحديد المواقف والسيناريوهات اللي ممكن أو يكون فيها اللي هو ارتداء أجهزة التنفس ضروري لضمان اللي هو حماية الممارس والمرضى، مثال على عدوى تنفسية اللي هي الكوفيد، أيضا تعزيز أهمية توعية اللي هو العاملين بالمخاطر المحتملة، وكيف يكون أو كيف يمكن لسياسات الاستخدام أن تساعد في الحد من تعرضهم يعني لهذا الخطر أو المخاطر، أيضا توضيح اللي هو الواجبات والمسؤوليات على الممارسين بشكل صريح، مع التأكيد على دور الإدارة والفريق في تنفيذ سياسات الحماية التنفسية. نموذج أداة تقييم برنامج الحماية التنفسية عن طريق موقع اللي هو programs.gdapc.sa، نحرص أو نحرص على إجراء جولات دورية للبرنامج للتحقق، وكذلك اللي هو الامتثال لكشف الجوانب اللي تحتاج إلى تحسين، أيضا استخدام النتائج لتحديد فرص التحسين المستمر في جميع جوانب برنامج الحماية التنفسية. متطلبات التدريب: نظرة عامة عن التدريب وأهمية التدريب. نعتبر التدريب إلزام لجميع الموظفين فيما يتعلق بحماية الجهاز التنفسي، ويشمل ذلك كيفية استخدام وصيانة أجهزة التنفس والإجراءات السليمة. أيضا أهمية التدريب لتعلم المفاهيم والمهارات الأساسية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التدريب المستمر لتحديث المعرفة ومهارات استخدام أجهزة التنفس. التركيز على كيف يمكن للتدريب أن يساهم في تعزيز فهم المخاطر وكيفية التحكم فيها، مما يعزز الوعي بالحاجة الملحة للالتزام بإجراءات الحماية. أيضا توضيح أهمية المشاركة المستمرة في البرامج التدريبية وتحفيز الممارسين للاستمرار في تحسين مهاراتهم وفهمهم. العنصر الثاني من العناصر الرئيسية التحديد والاكتشاف المبكر للمخاطر التنفسية يكون عن طريق إجراء تقييم المخاطر التنفسية، التعرف المبكر على المرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية معدية، التعرف المبكر ومراقبة مصدر المرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية معدية، نقل حالات الإصابة المشتبه بها أو المؤكدة بأمراض تنفسية معدية، جمع ومعالجة عينات الجهاز التنفسي. الحالات الطارئة: بروتوكولات الحماية التنفسية خلال الحالات الطارئة، خطط الإخلاء والاستخدام أجهزة التنفس في حالات الأزمات، توضيح البروتوكولات الخاصة بالحماية التنفسية أثناء حدوث حالات طارئة، مع التركيز على كيفية استخدام أجهزة التنفس وتنفيذ الإجراءات الصحيحة، أيضا تقديم خطط الإخلاء المحددة وكيف يمكن أن تتكامل مع استخدام أجهزة التنفس في حالات الأزمات، بما في ذلك الاستعداد لإجراءات الإخلاء السريع. أيضا الإشارة إلى أهمية توفير تدريب دوري على كيفية التصرف في الحالات الطارئة باستخدام أجهزة التنفس، مع التأكيد على تحديث الخطط بناء على التجارب والتقييمات. أيضا توضيح كيف يمكن أن تختلف استراتيجيات الحماية التنفسية باختلاف نوع الحالة الطارئة، مع التركيز على التحضير لمختلف السيناريوهات. أيضا تشجيع الممارسين على المشاركة الفعالة في تنفيذ خطط الإخلاء واستخدام أجهزة التنفس خلال الحالات الطارئة.
العنصر الثالث من العناصر الرئيسية الوقاية من المخاطر التنفسية من خلال الضوابط الهندسية، يكون عن طريق توفير وتشغيل له غرف العزل، أيضا توفير وتشغيل أجهزة تنقية الهواء، كذلك توفير أغطية السلامة البيولوجية في المختبر. العنصر الرابع والأخير الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خلال معدات حماية الجهاز التنفسي. تشتمل معدات حماية الجهاز التنفسي على قناع الوجه، أيضا الجهاز التنفس اللي هو N95، وكذلك جهاز الببر. يتم اللي هو عمل اختبار ملائمة كفاءة الكمامة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وفي حال عدم اجتياز الممارس الصحي لاختبار ملائمة كفاءة الكمام يضطر أنه يستخدم جهاز الببر. طريقة التقييم تكون من قبل المنشآت الصحية عن طريق أداة تقييم تم استحداثها بعد انتهاء أزمة كوفيد-19، ويتم عن طريق موقع الإدارة programs.gdibc.sa، ويكون التقييم ذاتي عن طريق المنشأة، ويساعد اللي هو التقييم المديرية والتجمع للتحسين المستمر وضمان الامتثال، ويوضح كذلك كيف يمكن اللي هو ربط عمليات التقييم بالأهداف المحددة لبرنامج الحماية التنفسية مع التركيز على تحقيق الأهداف، أيضا تقديم توجيهات حول كيفية استخدام نتائج التقييم لتطوير البرنامج سواء عبر تحسين السياسات أو التدريب أو استبدال الأجهزة. اختبار ملائمة كفاءة الكمام، أهمية الاختبار، طرق الاختبار، تحسين الوعي حول السلامة. يجب أن نوضح أهمية القيام باختبار ملائمة كفاءة الكمام لضمان أن أجهزة التنفس توفر الحماية الكاملة عند الاستخدام، وكيف يساهم في تحقيق أقصى فاعلية للحماية، ومتى يجب إعادة الاختبار. يتم تنفيذ اختبار التناسق باستخدام طريقتين، الأولى كيفية والثانية كمية، ولازم نوضح متى يتم استخدامها وتوضيح له الفرق بينهم. نوضح كيف أن اختبار التناسق يساهم في تعزيز الوعي بأهمية السلامة الشخصية وتشجيع الممارسين على المشاركة الفعالة في هذه العمليات. طريقة متابعة تطبيق البرنامج يكون عن طريق متابعة تقارير المدخل عن طريق الموقع، أيضا الخطط التصحيحية مع الجداول الزمنية، كذلك هي طريقة أخرى لتقييم المنشأة. أيضا عندنا اللي هو الهدف الوحيد والأكثر أهمية في برنامج الحماية التنفسية، تحسين أداء المنشأة فيما يتعلق بحماية المرضى والزوار والموظفين من مخاطر اللي هو تعرضهم لأمراض جهاز تنفسي. وبكذا نكون تطرقنا لجميع محتويات برنامج الحماية التنفسية، شاكر لكم جميعاً.